الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله العلي العظيم. البركة يفسرها شراح الأحاديث الشريفة بتفاسير ترجع إلى تفسيرين. التفسير الأول: البركة هي النمو والزيادة، التفسير الثاني: البركة هي الثبوت والثبات والاستقرار والاستمرار. يبدو أن البركة شيء أعظم مما فسره شراح الأحاديث الشريفة. هم نظروا إلى البعد اللغوي في هذه الكلمة وربطوا هذا البعد اللغوي بما ورد في الروايات الشريفة، ولكن المستفاد من الروايات الشريفة أن البركة شيء أعظم من ذلك. من أهم الصفات لشهر رمضان التي وردت في النصوص الشريفة في الأحاديث الشريفة هي البركة. شهر رمضان هو الشهر المبارك. بركات شهر رمضان تصنف ضمن أصناف عديدة، من جملة تلك الأصناف من بركات شهر رمضان: الصنف الأول البركة
التكوينية. البركة المرتبطة بهذا الشهر من دون شروط عملية وأمثال ذلك. هذه الأيام، هذا الشهر، مع قطع النظر عن الشخص، مع قطع النظر عن أعمال الشخص، هذا الشهر فيه بركة، بركات تكوينية. تكوينية يعني ماذا؟ يعني هذه البركات لا تفرق بين الصائم وغير الصائم، هذا الصنف من البركات، تكون للصائمين وتكون لغير الصائمين، تكون في الليل تكون في النهار، تكون للرجل تكون للمرأة، تكون للإنسان اليقظ تكون للنائم، تكون للمريض تكون للصحيح، تكون للكبير تكون للرضيع الذي لا يفهم شيئا، بل بإطلاق الكلمات الواردة في الرواية الشريفة هذه البركات تكون حتى لبعض العصاة. بركات مرتبطة بهذا الزمن، من حضر في هذا الزمن، من كان حيا من المؤمنين في هذه الفترة، هذه البركات تشمله. بركات تكوينية ليس لها شرط، ليس لها ارتباط بعمل الشخص بروحه، لا، بركات تكوينية مرتبطة بهذا التكوين، مرتبطة بهذا الزمن. لاحظوا هذه الخطبة المباركة لرسول الله صلى الله عليه وآله، هذه الخطبة المشهورة التي خطبها النبي صلى الله عليه وآله على مشارف شهر رمضان، إما أواخر شعبان أو بداية شهر رمضان، يقول فيها في مقطع منها، يقول: نومكم فيه عبادة. أن قبل هذا المقطع: أنفاسكم فيه تسبيح. القضية مرتبطة بالشخص الذي يتنفس في هذا الزمن، مرتبطة بعمله؟ لا، الضمير للمؤمنين، كل المؤمنين. أنفاسهم فيه تسبيح. المؤمن كان جليل الإيمان، عظيم الإيمان، أو كان ضعيف الإيمان، المؤمن كان يقظا أو كان نائما، يصوم أو لا يصوم، مغمى عليه أو لا، في حالة صحية عادية، لا فرق. أنفاسكم فيه تسبيح. الذي يتنفس في هذا الشهر من المؤمنين نفسه تسبيح أيا كان. ما قال أنفاس الصالحين فيه تسبيح، أنفاسكم. في مقطع آخر من نفس هذه الخطبة المباركة: شهر هو عند الله أفضل الشهور، هو الشهر هكذا، أيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعته أفضل الساعات. القضية هذا النوع من البركة، هذا الصنف من البركة، هذا الصنف مرتبط بمن حضر في هذا الزمن أيا كان. مثاله كمثال المطر، المطر يطهر، يطهر الأرض، يطهر الجدران، يطهر السيارات، يطهر البشر، يطهر. المطر عندما يمر لا يلاحظ أنه يمر على ماذا، يمر على إنسان صالح أو يمر على إنسان طالح، يطهر. يمر على جدار مسجد أو يمر على جدار مرقص، المطر يطهر، طبيعة المطر هكذا. نعم، قد يكون الشخص يستظل، يذهب تحت ظل فلا يصيبه المطر فلا يطهر، بسبب أنه جعل حاجزا مانعا من وصول المطر إليه. هذا الشيء ممكن. في شهر رمضان هناك بركات تكوينية، هذه البركات تصيب كل مؤمن أيا كان. نعم، قد تكون هناك أعمال، لعله بعض المعاصي، لعله
هذه تكون مانعة من نزول هذا الصنف من البركات على هذا الشخص. البركات تنزل لا تلاحظ الشخص، هو الشخص أحيانا يجعل مانعا. هذا شيء ممكن، بالضبط كالمطر. هذا الصنف الأول من بركات شهر رمضان، والتي دلت عليها مقاطع من هذه الخطبة الشريفة. الصنف الثاني، البركة العملية، وهذا الصنف هو أكثر المقاطع في هذه الخطبة وفي الروايات الشريفة الأخرى التي تتحدث عن شهر رمضان تتحدث عن هذا الصنف من البركات. البركات التي تكون لهذا الشهر بشرط عمل معين، الذي يعمل المؤمن، الذي يعمل العمل الصالح الفلاني في هذا الشهر تنزل عليه بركة من نوع معين، الذي يعمل عملا صالحا آخر تنزل عليه بركة من نوع ثان. هذه بركات مرتبطة بهذا الشهر بشرط عمل. أكثر مقاطع هذه الخطبة تتحدث عن أعمال في هذا الشهر، الذي يعمل هذه الأعمال يحصل على نوعية معينة ثانية من البركات. هذه الخطبة وغيرها، أكثر الروايات الشريفة التي تتحدث عن بركات شهر رمضان تتحدث عن هذا الصنف من البركات في هذا الشهر، ولكن بشرط عمل، آثار عمل معين في هذا الشهر. لاحظوا هذه الخطبة المباركة من بدايتها إلى نهايتها أكثر مقاطعها تتحدث عن هذا الصنف. مثلا في مقطع من هذه الخطبة يقول صلى الله عليه وآله: ومن أكثر فيه الصلاة علي أكثر فيه في الشهر هذا الصلاة على رسول الله ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ومقاطع أخرى تتحدث عن عمل معين في هذا الشهر، هذه بركات عجيبة، آثار كبيرة جدا. آثار دنيوية عجيبة لهذا الشهر، آثار برزخية استثنائية، آثار في القيامة قل نظيرها، آثار في الجنة ثواب عجيب مضاعف، بركة مضاعفة الشيء، نمو الشيء حسب ما قالوا، الزيادة زيادة غير طبيعية. العمل الصالح بعشر أمثالها. لا، في شهر رمضان العمل الصالح يتضاعف 100,000، 6,000، 10,000، أكثر أحياناً أقل. الصنف الثالث من بركات شهر رمضان، البركة الدعوية. الدعاء في شهر رمضان دعاء مبارك، الدعاء شيء عظيم عموما، ولكن في شهر رمضان وضع الدعاء يختلف. الدعاء يتضاعف، يتضاعف كيف؟ يتضاعف في قرب الاستجابة،
يتضاعف في حسن الاستجابة، يتضاعف في أجر هذا الدعاء. وارفعوا أيديكم إليه بالدعاء في أوقات صلواتكم فإنها أفضل الساعات، ينظر الله عز وجل فيها إلى عباده. وغيره من المقاطع في هذه الخطبة الشريفة وفي روايات شريفة أخرى. الدعاء مميز في هذا الشهر، خصوصا الاستغفار. الاستغفار دعاء، طلب غفران الذنوب. الاستغفار في شهر رمضان حسابه حساب ثاني، فرصة ذهبية للاستغفار لطلب الغفران، محو الذنوب، غسل تلك الأوساخ. لعله شهر رمضان يعد ثاني أعظم فرصة للاستغفار في السنة، أعظم فرصة للغفران، للعتق من النار، أعظم فرصة عيد الغدير. في المرتبة الثانية لعله يأتي شهر رمضان ثاني أفضل فرصة لتحصيل الغفران. تحصيل الغفران في شهر رمضان سهل، أسهل من بقية الشهور، وتحصيل الغفران في شهر رمضان أفضل، يعني غفران، الغفران هو درجات، غفران أفضل، أسرع، أفضل، بالإضافة إلى الثواب، ثواب الدعاء عموما، ثواب الاستغفار بصورة عامة. ثالثا، البركات التكوينية، البركات العملية، البركات الدعوية. رابعا، البركات لأسميها البركات المنوعة. بصورة عامة شهر رمضان شهر مبارك، يعني ماذا مبارك؟ يعني تتمكن أن تفعل في شهر رمضان ما لا تتمكن أن تفعله في شهور أخرى. بصورة عامة في أعمالك الأخرى. أظن نقلت لكم لعله قبل سنوات، أحد مراجع التقليد الماضين رضوان الله تعالى عليه حفظ كل القرآن الكريم في شهر رمضان واحد، في كل يوم كان يحفظ جزءا كاملا من القرآن. طبعا عبقريته لها مدخلية، ذاكرته القوية لها مدخلية، جده وجهده لها له مدخلية، ولكن هو هذا المرجع رضوان الله تعالى عليه في وقت آخر ما كان يتمكن أن يحفظ كل القرآن الكريم في شهر واحد. شهر رمضان شهر مبارك أساسا، الأعمال التي لا تتمكن أن تفعلها في بقية الشهور في شهر رمضان قد تتمكن أن تفعلها. ولي نماذج، أنتم لكم نماذج، راجعوا السنوات الماضية شهر رمضان، في السنة الماضية التي قبلها، ترون أنكم تمكنتم، إذا كان الإنسان يريد أن يفعل شيئا في شهر رمضان تمكنتم أن تفعلوا شيئا لا تتمكنون أن تفعلوا في بقية الشهور. شهر مبارك، أنواع من البركات. سؤال، التغيير شيء حسن أم لا؟ هناك تباين، هناك اختلاف في وجهات النظر بين الشباب والكهول والشيوخ. بصورة عامة الشباب، لا أقول كلهم، لا، بصورة عامة أكثر الشباب يؤيدون التغيير مع قطع النظر عن أن هذا التغيير صحيح أو لا، طبيعة هذه الفترة العمرية. على خلاف ذلك تماما الشيوخ الكبار في السن، أيضا أقول بصورة عامة، لا أقول كلهم،
بصورة عامة هم يخالفون التغيير، مع قطع النظر عن أن التغيير شيء إلى الأحسن أو لا. وبينهم الكهول، بين الشباب والشيوخ الكهول، يؤيدون بعض التغيير ويخالفون أكثر التغيير. هذه طبيعة العمر. قد تكون هناك أفراد يستثنون من هذه القاعدة أو تلك أو تلك. هذه الحالة العامة. سواء كان الإنسان شابا المؤمن، كان شابا أو كهلا أو شيخا، هناك تغيير الكل متفق عليه، على حسنه، على ضرورته. التغيير في مقامك عند الله عز وجل، أن تغير مقامك، تصعد. أحد من المؤمنين ينكر أهمية هذا التغيير، ينكر أهمية ينكر ضرورة هذا التغيير؟ لا. هذا شيء حسن؟ نعم. ضرورة؟ ليس حسنا. أن الإنسان لا يبقى في مرحلة معينة عند الله عز وجل، يصعد، يغير مقامه عند الله. الدرجات عند الله عز وجل كم هي؟ 1,000,000 درجة، 10,000,000 درجة، 100,000,000 درجة، 1,000,000,000 درجة، لا أعلم. الإنسان في الدرجة رقم 10,000 مثلا، يستحسن أنه يصعد أم لا؟ يغير مرحلته؟ نعم قطعا. الشهر المبارك التغيير فيه أسهل. في بقية الشهور، في بقية الأيام، في بقية الساعات ممكن الإنسان يتغير، ولكن في شهر رمضان أسهل وأسرع وأفضل. الإنسان يغير مرحلته، يعني يا دائما أنا سنة سنتين 3 سنوات 10 سنوات يلزم أن أبقى في مرحلة معينة خلاص هذه النهاية. أختم كلامي بحديثين شريفين، حديثان واضحان لا يحتاجان إلى تفسير أو شرح. الحديث الشريف الأول حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لو يعلم العبد ما في رمضان لود أن يكون رمضان السنة. لو كان الإنسان يعرف ماذا يوجد في شهر رمضان كان يتمنى أن كل سنة يكون شهر رمضان. لود أن يكون رمضان السنة. إن الجنة لتزين لرمضان من الحول إلى الحول، تهيئ للتزيين من الحول إلى الحول. فإذا كان أول ليلة من رمضان هبت ريح من تحت العرش فصفقت ورق الجنة، فتنظر الحور العين إلى ذلك فيقولن: يا رب اجعل لنا من عبادك في هذا الشهر أزواجا تقر أعيننا بهم وتقر أعينهم بنا، فما من عبد صام رمضان إلا زوجه الله تعالى من الحور في خيمة من درة مجوفة، كما نعت الله سبحانه في كتابه: حور مقصورات في الخيام. حديث شريف آخر، الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه يروي هذا الحديث في كتاب فضائل الأشهر الثلاثة، عن الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال 5 أمور، 5 فرص. في الروايات الشريفة هذا المعنى مذكور في أكثر من حديث شريف. فرص تحصيل الغفران، تعلمون
أهم شيء في حياة الإنسان المذنب الغفران. ذنب واحد، لا أريد أن أتوقف عند هذه الكلمة، ذنب واحد، لا من الكبائر من الصغائر، لا من الصغائر أصغر الصغائر، إذا لم يغفر للإنسان ذنب واحد يدخله إلى قعر جهنم، أصغر الذنوب إذا لم يغفر أين يذهب بالإنسان؟ واضح. عبارة الإمام زين العابدين مرة قرأتها لكم في الصحيفة السجادية، ولقد كان يستحق في أول ما هم بسيئة قبل أن يرتكب الذنب هم بسيئة. لا أريد أن أقرأ لكم العبارة، عبارة عجيبة جدا، قد قرأتها لكم سابقا وتوقفت عندها. غفران الذنب أهم شيء، هناك فرص لغفران الذنب. في بعض الروايات الشريفة ذكرت ثلاث فرص، في بعض الروايات الشريفة أكثر، في بعض الروايات الشريفة أقل. في هذه الرواية الشريفة النبي صلى الله عليه وآله يذكر خمس فرص ذهبية للغفران. ذهبية يعني ماذا؟ يعني الغفران سهل في هذه الفرص. الذي لا يحصل على هذا الشيء العظيم في هذه الفرصة الذهبية التي يسهل تحصيل هذا الشيء العظيم، هذا الإنسان إنسان فيه خير. يقول صلى الله عليه وآله خمس فرص. الفرصة الأولى: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. هذا الفرصة الذهبية الأولى التي يدرك شهر رمضان ولا يتمكن أن يحصل على الغفران بسهولة تحصيل الغفران في هذا الشهر فأبعده الله. فأبعده الله احتمالان: إما هذا دعاء، يعني إن شاء الله الله يبعد عن رحمته، هذا الإنسان لا خير فيه، هذا الإنسان الذي لا يعرف أن يحصل على غفران الله في هذه الفرصة الذهبية إن شاء الله يكون بعيدا عن الله، إما فأبعده الله إنشاء دعاء، أو يكون إخبارا، هذا الإنسان إنسان أبعده الله عز وجل عنه الذي لا يتمكن أن يحصل على الغفران في هذا الشهر. من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. الفرصة الثانية: ومن أدرك ليلة القدر بصورة خاصة في شهر رمضان، ومن أدرك ليلة القدر فلم يغفر له فأبعده الله. الفرصة الثالثة: ومن حضر الجمعة مع المسلمين فلم يغفر له فأبعده الله. يحضر الصلاة في يوم الجمعة مع المسلمين، هذه فرصة ذهبية لتحصيل الغفران، لا يتمكن أن يحصل على الغفران، هذا لا خير فيه. الفرصة الرابعة: ومن أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له فأبعده الله. الله يحفظ آباءكم، الله يحفظ أبناءكم ويحفظكم لهم. شخص وصل إلى درجة التكليف وهو فاقد للوالدين، ما عنده هذه الفرصة الذهبية لتحصيل الغفران، عنده بقية الفرص. شخص أدرك والديه أو أحدهما حسب تعبير النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحديث الشريف، فرصة ذهبية لتحصيل الغفران بخدمة والديك، بإطاعتي، بإرضائي، بغير ذلك. ومن أدرك الفرصة الرابعة: ومن أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له فأبعده الله. الفرصة الخامسة: ومن ذكرت عنده فصلى علي فلم يغفر له فأبعده الله. يمكن شخص يذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله عنده هو أيضا يصلي على رسول الله ولم يغفر له، يمكن يعني؟ قيل: يا رسول الله، لأن النبي ماذا قال؟ قال: من ذكرت عنده فصلى علي فلم يغفر له فأبعده الله. قيل: يا رسول الله، كيف يصلي عليك ولا يغفر له؟ ممكن يعني يصلي على رسول الله ولا يغفر له؟ فقال صلى الله عليه وآله: إن العبد إذا صلى علي ولم يصلي على آلي لفت تلك الصلاة فضرب بها وجهه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. وإذا صلى علي وعلى آلي غفر له. توصية. هذه الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وآله ووصلت بأيدينا بسند موثق عن الإمام الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنين، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، خطبة عظيمة سمعناها مرارا وتكرارا ولله الحمد. لعل الكثير منا يحفظ مقاطع عديدة من هذه الخطبة. خطبة جامعة فيما يرتبط بشهر رمضان. الروايات الشريفة في شهر رمضان كثيرة جدا، بعض المحدثين كتبوا كتبا مستقلة جمعوا فيها الأحاديث الشريفة المرتبطة بشهر رمضان، أحاديث كثيرة، ولكن هذه الخطبة جمعت جوانب عديدة من شهر مما يرتبط بشهر رمضان. هذه الخطبة من الجيد أن الإنسان بالسنة مرة يمر عليها، مرور تأمل ومرور عمل. يعني ماذا؟ الإنسان يقطع هذه الخطبة 30 قطعة أو 29 قطعة، في كل يوم ينظر إلى مقطع. يعني إذا أراد الإنسان أن يقطع هذه الخطبة 29 قطعة مقاطع، كل مقطع يكون لعله أقل من ساطر واحد، مقطع من مقاطع هذه الخطبة في أول شهر رمضان أقرأه، أدقق فيه، أحاول أن أعمل بهذا المقطع في هذا اليوم في أول شهر رمضان مثلا أكثر، يعني أركز على هذا المقطع. مثلا مقطع عن الرحم للمساكين، الإنسان يرحم المساكين في شهر رمضان، في هذا اليوم أنا أرحم، أركز على الرحمة للمساكين. في يوم آخر أقرأ هذا المقطع الذي يرتبط بالصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. في ذلك اليوم أكثر من هذا الذكر الشريف المبارك. مقطع يتحدث عن التوبة أقرأه، أتأمل فيه قليلا ولو 5 دقائق ولو 3 دقائق، يتأمل الإنسان في المقطع هذا، يركز على الاستغفار في ذلك اليوم. الإنسان يمر على هذه الخطبة المباركة العظيمة الجليلة في شهر رمضان في كل سنة على الأقل مرة يمر. متى؟ في شهر رمضان، بهذه الطريقة السهلة يكون قد قرأ هذه الخطبة. نور هذه الخطبة، بركات هذه الخطبة، بركات تكوينية موجودة لكلام المعصومين عليهم الصلاة والسلام. بالإضافة إلى ذلك أن الإنسان يعمل بهذه الخطبة الشريفة، يركز على العمل بهذه الخطبة الشريفة. أبارك لكم قرب حلول هذا الشهر المبارك المليء بالبركات. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة الأخيرة من شهر شعبان، بهذا الشهر المقبل المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج مهدي آل محمد. اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. اللهم إن لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. اللهم بلغنا شهر الصيام وما بعده من الأيام والأعوام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلمه لنا في عافية وسلمنا فيه وتسلمه منا في يمن ويسر وعافية، إنك أرحم الراحمين. اللهم وفقنا فيه لمراضيك، جنبنا فيه معاصيك. اللهم لا تخرجنا من شهر رمضان إلا وأنت راض عنا. اللهم بحق محمد وآل محمد اغفر لأمواتنا وأحيائنا. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا.
إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادات الخلق محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أمين